السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. يقودها مجرم حرب قوات الأسد تعزز وجودها العسكري في جبهات ريف حلب. عززت سلطة الأسد من وجودها العسكري في عدة مناطق من ريف حلب، ودفعت بقوات عسكرية جديدة من الفرقة 25 إلى بلدات كفرناها وخان العسل في ريف حلب الغربي، وفقا لمراسل حلب اليوم. وشملت هذه التعزيزات بحسب مراسلتنا 15 دبابة و12 آلية محملة بالجنود، إضافة إلى مدافع ثقيلة ومجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، ما قد يعكس رغبة سلطة الأسد في تعزيز تواجده العسكري في المنطقة وسط حالة من التوتر والترقب من احتمالية اندلاع معارك جديدة. هذا الخبر انتشر على قناة حلب اليوم أصدقائي، وأضافت المراسلة بأن التعزيزات تألفت من 3 مجموعات عسكرية وصلت المنطقة قادمة من البادية السورية بقيادة اللواء صالح عبد الله قائد الفرقة 25، الذي يعتبر من أبرز القادة العسكريين التابعين لسلطة الأسد. من هو اللواء صالح عبد الله؟ ينحدر اللواء صالح عبد الله قائد الفرقة 25 من مدينة صافيتة، حيث بدأت مسيرته كقائد كتيبة في الفرقة 121، وبرز دوره بعد اندلاع الثورة السورية في 2011 في حماه، إذ قاد عمليات عسكرية تسببت بانتهاكات كبيرة بحق المدنيين بريف حماه. ومع التدخل الروسي توطدت علاقته بالقوات الروسية بعد مشاركته في معارك حلب وحمص وإدلب، لغاية تعيينه معاونا لسهيل الحسن في قوات النمر، من ثم تكليفه من قبل الروس في 2020 بتشكيل اللواء 16 بمدينة مصيف. وفي 2022 فرضت عليه عقوبات أوروبية لدعمه القوات الروسية بأوكرانيا. وتأتي تحركات قوات الأسد الأخيرة في وقت يشهد فيه ريف حلب الغربي حالة من الترقب الحذر، خاصة مع تزايد الحديث عن نية فصائل المعارضة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام شن هجوم محتمل بهدف التقدم نحو مدينة حلب، خاصة وأن جبهات ريف حلب عاشت فترة من الهدوء النسبي، حيث لم تشهد المنطقة تعزيزات عسكرية بهذا الحجم منذ فترة طويلة. يعتقد المحلل العسكري النقيب عبد السلام عبد الرزاق في حديثه لحلب اليوم أن هذه التعزيزات قد تكون ذات طابع استعراضي أكثر من كونها تحمل فعالية عسكرية حقيقية، إذ يتم تكرار نقل نفس القوات بين مناطق الصراع المختلفة دون إحداث تأثير ملموس على مجريات الأحداث. ورأى عبد الرزاق أن سلطة الأسد تهدف إلى تعزيز صورتها أمام مؤيديها واستعراض قواتها العسكرية، على الرغم من أن قوات سلطة الأسد تفتقر إلى الخبرات القتالية المتراكمة والتدريبات العسكرية اللازمة لمواجهة فصائل المعارضة التي تمتلك خبرات واسعة في الحروب والمعارك الميدانية.